يا سلاح لا تخذني تكفى. عندي الزون. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم تجربة سلاح جديد، ما قد جربت سلاح معكم الا مرة واحدة اتوقع، وكانت بث مباشر. فقررت الحين اني اجرب سلاح معكم في مقطع. باذن الله يعجبكم المقطع، لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناة اذا كنتم من المشتركين، وكود الشوب يعني اذا ودكم، يعني مرة سهل، ثلاث حروف في اس اول ثلاث حروف من قناتي. فيعطيكم العافية جميعا على الدعم الخرافي. سووا فولو في تويتش تقريبا بثوث يومية تقريبا بعد صلاة الفجر. خلونا نبدا في الجلد. تبون تلتد؟ ليه بدي تلتد؟ هلا بسلاح جديد. هلا ما يجي، تكفى. مشكلتي ما افوز والله، سولو ما اعرف العب يا عيال. هو اصلا ما اعرف العب، بس جرب سلاح معكم تو لم تزبط معنا. اعطانا 21 ما ادري ايش. فانا جربته اليوم بدون تصوير، والله كان دمج خرافي يعني، دمجت 41 شيء زي كذا. شوف الحين انا ما جربت زي الناس يعني، الى الحين تجربتي لا مو بالمستوى المطلوب. ف باذن الله الحين نلقاه على السريع كذا. ابلع الله يا خرجت يا عيال. اعطوني سلاح جديد لو بالغلط يا اخوي. ووو اديني السلاح الجديد يا ولد. اوه سلاح جديد ذهبي يا عيال. رمادي نتفه. حلو. ابلع يا شيخ سلاح يا عيال، ما ادري ايش جاه كذا، ما الايم مو قاعد يضبط، ما ادري ليش. عندي الزون. كيف مع شيلد؟ اعطيتني 90 بعدين اقسم بالله كان يمديني اذبح بسلاح الشيط، بس ابغى اجرب السلاح عشانكم. اقسم بالله لو اجرب عشانكم. وش ذا جدا سيء في الرش، مع انه سمشين يعني، طلقات سمشين، بس شكلي بستخدم اسولت. نظام اني حطت جنب الشيط على اليمين، بعد الشيط احول عليه ما يصلح، المفروض قبل تطلق فيه بعدين تحول على الشيط وخلاص تنهي. قسم بالله قهر. كلك علي. لا 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 لا. اوه دام ها ها ليل. ابلع مخ هنا يا ابوي، ضيعتك ها حبيبي يا شيخ. أبي سلاح جديد. حلو. طاح تحت. اللي ذا النشبة. خلاص. الله ياخذك. أخذ عزيز المقتدر. أقسم بالله طير سيدي على الفاضي، الله ياخذه. اطلع اللي تحت يطلع. ابلع شيخ. جايين كلهم علي مبقايل، اطقكم طق والله. غبنوني يا عيال بشكل
الحين لازم شيلدات. النار موجودة النار، لكن شيلدات. يعني كل ذول اللي جوني أربعة كلهم كانوا معي ولا واحد مع شيلد؟ معقولة؟ هذا بعد ما تلوت. حلو حلو حلو. يا رب سلاح جديد تكفون. أبغى بيج شيلد، أبغى سلير، أبغى أي شيء تكفون. ولا شيء. حلو. هذا بيج شيلد. يا سلام. بشربه، داري إني بألقى مينز بعد شوي بس بشربه. أدري أدري عن حظي أدري، لا أحد يقول لي. أنا ما أدري ليش يبني زيادة، يعني يبني مساحتين. كم ممارد عشان ما تصيح بعد شوي تقول الا ما ممارد. زون قريب من دوستي، لكن طال ممارد من هنا يبغالي. ملوته كلها؟ والله شكله ملوته. يلا ما بقوا شيء قطع شكلهم. لا في تشست هنا. يا رب ما في تراب. نخلي معنا باندج، نحتاج الباندج مره. اوه بك شيلد. تيم. في واحد تو طايب ريفتيار ما يجيني بس. والله طلقات اسولت ما معي كثير للاسف. فالوضع مزري شوي. في دروب دروبين يا اخي، ليش ينزلون دروبين جنب بعض؟ كيف طاقم الايم؟ طيب ابلع ابلع سوي. انا الذي هنا في واحد بسرعه بسرعه. ارقى ارقى ارقى. حلو يا الاسلحه، حلو حلو، يعطيك العافيه. لازم اقدح على واحد منهم. ليه يا اخي؟ ليش تنحاش؟ ونزل. ده اللي طلق علي ورا. وينه؟ ووه. ساتر ثلاثة علي. ليش ما طلق سنايبر؟ ما يشيل ذات ولا شيء. طم الحالة. ابلع يا شيخ. ساتر دخل في وجهي جله المغص. الله وتوب اليه. يا قلبي 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 يا قلبي. فرصة سداح. فك يا شيخ. جيم عارق شيء في التاريخ يا شباب.
اصبر يا جوال، اصبر يا جوال. الله يا شيخ يا عيال، ما لقينا سلاح جديد ابد. شوفوا ها، والله ما في سلاح جديد. شو اسوي؟ قسم بالله المقطع عشان سلاح جديد وفزنا، فزنا سولو. طعم الجيم العرق يا عيال، ساتر يا رب. المهم بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. ادري اني ما جربت سلاح قدر الامكان، لكن تستير ساعه ونص يا عيال ما لقيت سلاح لمرتين وكلها مت. بيضت وجهكم ذا الجيم صراحه، الجيم مره خرافي يعني، بغيت اموت ما ادري شلون حشت الموت وصار اللي صار. فعموما بس كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع يعجبكم. يعطيك العافيه على المشاهده. اذا وصلت هذا المقطع لا تنسى تزر اللايك واشترك القناه اذا كنت مو مشترك. قناتي في تويتش تحت بالديسكربشن حقت البثوث، وكنت شوب يعني بيسل. يكون على خير، سلام.